يقال انه شهر رجب هو بوابه لشهر رمضان، بما انه رانا في رجب قل لي كيفاش اسكركم تحضروا ولا لا بديتوا التحضيرات؟ هو الحمد لله بدينا التحضيرات ويما قايمه بالواجب تاعها، والله رش الحمد لله ربي. هذا هو رمضان شهر التوبه والغفره كما نقولوا. قل لي كيفاش راهم التحضيرات واش شريتوا؟ مازال ما بديناش نشرو، بس ما الوقت قدام نبداو نشرو نوجدوا كلش ان شاء الله. باينة تشري الفريك، تشري الحميصة، تشري الحم، تشري البطاطا، تشري كلش معايا، والحمد لله ونجوزو بالبيع كاع. والإنسان ما يشومش غير على قرشو، تسمى شهر رمضان فيه صلاة، فيه صلي تراويح ديالو، هكذا الناس تحترم بعضها بعض ما يكفروش، ماشي كيما نشوفو دركا الناس على بالك.